بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة 79 في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة، تزوج سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت أختها رقية. فعثمان بن عفان تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية فتوفيت، ثم تزوج أم كلثوم، لهذا يسمى ذو النورين، ولم يرزق من أم كلثوم بولد. في شهر شعبان من السنة الثالثة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت زوجة لخنيس بن حذافة رضي الله عنه الذي توفي. في رمضان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة خزيمة الهلالية، ولم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة أشهر حتى توفيت رضي الله عنها. والسلام عليكم.